أهلا وسهلا فيكم حبايبي بفيديو اليوم. بالفيديو السابق تعلمنا كيف عملنا صوص الكراميل، وبهذا الفيديو رح نتعلم مع بعض كيف نعمل الحليب المكثف علشان نزين السينابون العملاق اللي عملناه. والحليب المكثف بنعتمد بتحضيره بطريقتين، يا إما الطريقة بتكون على الساخن أو على البرد، بمعنى ممكن أستخدم الغاز أو أستخدم المضرب الكهربائي. وأنا بهذا الفيديو استخدمت الطريقة على الساخن، بمعنى أني أنا استخدمت الغاز. ليش؟ لأنه هاي الطريقة بتخليني أحصل على حليب مكثف فيه قرشة بسيطة، وهذا أنا المطلوب فيه في السينابون، أنا بحب يكون موجود على السينابون. فالمكونات حتكون كالتالي، حيكون الأكواب إما بصورة متساوية حسب أنت شو بدك يكون الخليط، بمعنى ممكن أنا أستخدم كاسة حليب بودرة وكاسة سكر بودرة ونص كاسة مية. إذا كان بدك القوام تطلعيه متماسك ويكون قوام يعني جامد شوي، لكن في حال أنت بدك إياه يكون القوام نوعا ما سائل، أنا ممكن أنا أتحكم فيه بصورة كتير سلسة، فبروح بحط كاسة مية وكاسة سكر بودرة وكاسة حليب بودرة، فبضلني بحطهم على الغاز وبضلني أحرك فيهم. طبعا الغاز بيكون بصورة هادية، أنا بوطي الغاز ما بيكون عالي، وبضلني طول الوقت أنا بحرك زي ما عملنا فكرة صوص الكراميل. ضلي اتحركي باستمرار علشان ما يلزق معك، والغاز يكون على نار هادية. هلا بجيب قطعة من الزبدة، ولو كان عندك زبدة الورباك بجد طعمها كتير كتير بشهي. طبعا لو عندك زبدة عادية المنجرينة العادية وبدك تحطيها وما كان إلها ريحة، في أنواع زبدة ما إلها طعم أو يعني ملهاش ريحة بس بتعطي قوام لزج للمكون تبعنا، ممكن تحطي أي رائحة طعام طبيعية، بمعنى ممكن أحط ريحة مثلا مية الورد، مية الزهر، ريحة الحليب، ريحة الموكا، ريحة جوز الهند، أي ريحة أنت بتحبيها. ممكن تحط ريحة الحليب علشان تقوي نكهة الحليب، لأنه بميز هذا الصوص أو الحليب المكثف هو نكهته قوية جدا، فأنت علشان تعززيها بتحطي رائحة الحليب أو رائحة جوز الهند مع الحليب تطلع كتير طيبة. هلأ هون بضلني أحرك باستمرار وباخذ من الجوانب علشان ما يلزق نهائيا معي. كل ما حسيتي الغاز عالي بتحاولي انك توطيه وبتضلك تحركي باستمرار علشان القوام يصير متماسك. هتلاحظوا معي كل ما بحرك وكل ما بزيد الوقت على الغاز كل ما صار القوام متماسك اكتر. شمين ريحته، هلا ريحته بلشت تطلع على فكره، بجد كتير كتير ريحته طيبه، وانا عم بشتغل فيه ريحته كتير كتير طيبه. الحليب المكثف انه الواحد ياكله لحاله، علشان كمان السكر بيكون يعني تركيزه كتير حلو فطيب يعني. هلا انا اللي شوف القوام اللي انا وصلت له، هذا القوام اللي انا بدي اياه، يعني ممكن انت زي ما حكيت تخففيه. انا حطيت كاسه حليب بودرة وكاسة سكر بودرة ونص كاسة مية تقريبا، يعني نص كاسة مية. انت لا، لو بدك تخففيه بتحطي من كل مكون من هذه المكونات بتحطي كاسة، فأنا هذا القوام اللي أنا بدي إياه، بدي إياه يكون متماسك. وهلأ انت شايفاه هيك، لا لما بيبرد بتماسك أكتر، علشان لما انت بدك تحطيه على السينابون، يعني انا لما بدي احطه على السينابون حطه هو نوعا ما دافي، فبمجرد ما يبرد على السينابون حيترك خطوط، حيضله متماسك زي ما هو، ما راح يصير سائل او انه يدوب. ممكن تخليه بالصحن يبرد شوي، او اذا انت خايفه انه مثلا ما تقدر تتحكم فيه بعد، يعني لما بدك تزينه تخليه بس يبرد شوي صغيره، بعدين بتروحي بتدري بكيس حلواني او كيس يكون يعني يتحمل الحراره، وبتروحي بتمزعي شوي بالمقص وبتزيني فيه براحتك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.